Today, the appeals chamber delivers اليوم أصدرت دائرة الاستئناف في قرارها في طلب الاستئناف المقدم من المدعي العام ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار مارس عام 2009 والمعنون قرار بشأن طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض ضد عمر حسن أحمد البشير. اعتبرت دائرة الاستئناف بالإجماع ما يلي: يلغى القرار بشأن طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير في شق المتعلق بقرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر بالقبض بتهمة الإبادة الجماعية، وذلك تطبيقا لمعيار إثبات المغلوط، ويطلب إلى الدائرة التمهيدية الأولى أن تقرر مجددا وفقا لمعيار الإثبات الصحيح ما إذا كان ينبغي إصدار أمر بالقبض بتهمة الإبادة الجماعية. في الثالث من شباط فبراير 2010 عرض القاضي إركي كورولا ملخصاً عن قرار الدائرة الاستئنافية لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن الاستئناف المقدم من المدعي العام ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بشأن إصدار أمر بالقبض على عمر حسن أحمد البشير. اعتبرت دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأً في اعتماد معيار للإثبات أعلى مما هو مطلوب لدى النظر في الأدلة التي قدمها مكتب الإدعاء في شأن تهمة الإبادة الجماعية. لهذا طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية أن تبت مجدداً في طلب المدعي العام مع اعتماد المعيار الصحيح للإثبات. At the outset, I'd like to emphasize ينبغي أولاً أن أشدد أن دائرة الاستئناف لم يكن مطلوباً منها البت بمسألة ما إذا كان عمر البشير مسؤولاً أم لا عن جرم الإبادة الجماعية، بل كان السؤال المطروح عليها يتعلق بالقانون الإجرائي، وتحديداً بمعرفة ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد طبقت معيار الإثبات الصحيح حين نظرت في طلب المدعي العام إصدار أمر القبض. بنتيجة قرار اليوم يعود إلى الدائرة التمهيدية النظر مجدداً فيما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية. دائرة الاستئناف لم تنظر في هذه النقطة في قرارها اليوم، كما أنها لم تبحث ما إذا كانت هنالك أسباب معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير تصرف بقصد الإبادة الجماعية. في الرابع من آذار مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً بالقبض ضد عمر حسن أحمد البشير لتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها ردت طلب المدعي العام فيما خص جريمة الإبادة الجماعية. اعتبرت الدائرة التمهيدية أن المدعي العام لم يقدم أدلة كافية لدعم اتهام عمر البشير بأنه تصرف بقصد الإهلاك الفعلي الكلي أو الجزئي للفور والمساليت والزغاوة في دارفور، وبالتالي لم يتم تضمين أمر القبض الصادر ضد عمر البشير تهمة الإبادة الجماعية. Thank you very much. The hearing is closed. شكراً لكم. رفعت الجلسة.